لنا أثر شباب متطوعون من أبناء مدينة مأرب يحاولون تقديم صورة حضارية لمدينتهم، وذلك بإقامة العديد من المبادرات، منها مبادرات إفطار الصائم لمساعدة العابرين ومن أدركهم مكث الإفطار وهم بعيدون من منازلهم. نعمل تحت ظل عام اسمه إفطار صائم على السبيل للعام 1437، وهو اسم المشروع مأرب الأمل، تمام، الذي يستهدف الفئة المهمشة والفقيرة العاطلة عن عمل في شوارع مدينة مأرب وفي النقاط والجولات مثل الصوماليين وأخواننا المهمشين. إفطار صائم عادة يمنية كادت أن تختفي في العديد من المدن اليمنية، لكن هنا بمأرب تشهد ازدهارا ونماء ومتواصلة ليستفيد منها المسافر والمحتاج والفقير. هؤلاء هم الشباب لنا أثر، أحيوا الجانب الإنساني في تغطية أو في لفت انتباه الناس إلى المهمشين والفقراء وأخواننا اللاجئين الأثيوبيين والصوماليين، فنسأل الله أن يكتب أجرهم وأجر الداعمين لهم وربنا يوفقهم. فهم شباب صراحة يعني رفعوا رؤوسنا أمامنا. القائمون على المبادرة يخشون من توقف المشروع نظرا لتوسع مشروعهم في العديد من مناطق المدينة للتخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين من الحرب. توزيع مأدبة الإفطار ليست عددا فحسب، إنما تكافل وتراحم اجتماعي قل نظيره في شهر تتعاظم فيه الأجور وتتكاثف فيه الحسنات من أجل تخفيف من معاناة المحتاجين والمهمشين. ناصر الجمرة، قناة سهيل، مأرب.